أهلا بحضراتكم مرة تانية. مصر امبارح رحبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار اللي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية. وصف بيان الخارجية هذا القرار بالتاريخي بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من 7 عقود من الاحتلال الأجنبي في ظل التطورات العدوانية المتلاحقة والمجازر التي يشنها الاحتلال على الأشقاء في فلسطين. تعالوا نتعرف مع حضراتكم في هذه الفقرة عن آخر التطورات الخاصة بالأوضاع في فلسطين والدور المصري الحريص بشدة للوصول إلى اتفاق هدنة ووقف إطلاق النار. بيشرفنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد صلاح الزهار. أهلا بيك أستاذ محمد. أهلا. نورنا ومشرفنا وصباح الخير على حضرتك. صباح النور. أهلا وسهلا. يعني بداية نبدأ مع القرار التاريخي اللي اتخذ بالأمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة. قراءتك لهذا القرار؟ ودعنا يعني نتحدث بشكل يعني يضيف على ما قيل. هناك جانب آخر إضافة إلى ما حضرتك قلته فيما يتعلق ببيان الخارجية المصرية والتأكيد على أهمية هذا القرار. ولكن هناك جانب آخر، هذا القرار بهذا الإجماع 143 دولة تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة لا تراعي الحق عندما تعترض الأسبوع أو في شهر أبريل الماضي وترفع حق الفيتو في مثل هذا القرار في مجد هذا القرار بينما الجمعية العامة للأمم المتحدة 143 دولة يؤكدوا حق الشعب الفلسطيني وحق دولة فلسطين في أن تكتسب العضوية الكاملة في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، يعني العالم يقول للولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأولى الدولة الكبرى في العالم، عودي إلى رشدك، عودي إلى مساندة الحق، لابد أن يكون لديك ميزان أو رؤية بعينين وليس بعين واحدة. ومن هنا أظن أن التوصية التي انتهى بها هذا القرار الذي صدر بالأمس بإعادة الأمر مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عفوا إلى مجلس الأمن، لعلها تكون رسالة لكي تكون الولايات المتحدة الأمريكية تراجع موقفها وتنصر الحق الفلسطيني. طيب يا فندم، هذا التصويت هو تصويت تاريخي وقرار تاريخي، لكن التوقيت ايضا ليه دلاله مهمه، خاصه مع يعني خلاص حلول الذكرى 76 تقريبا للنكبه يوم 15 مايو. لكن ماذا يعني او ما اهميه هذا التصويت او هذا القرار؟ اهميته انه ياتي في ظل حمله شعواء او كما تفضلتم الحمله العسكريه التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزه. هي حمله غير مسبوقه، هي تجاوزات تتجاوز كل بدود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، هي مجازر توجب محاكمة من يقوم بها، محاكمة جنائية أمام المحاكم الجنائية الدولية، لأنه ما يجري على أرض غزة منذ 7 أشهر ويزيد هو نوع من أنواع الاستعراض القوة واستخدام المفرط، مفرط كلمة مفرط قليلة، من جانب القوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. نحن نتحدث اليوم على ما يزيد على 130 ألف ما بين شهيد ومصاب، إضافة إلى ما يقرب ما يزيد على 20 ألف من المفقودين، بالإضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية والفوقية لقطاع غزة. كل هذا الأمر نتيجة اهتزاز في القرار السياسي والعسكري في إسرائيل حيال ما حدث في 7 من أكتوبر من العام الماضي. طيب أستاذ زهر، إذا اقتربنا إلى الموقف الأمريكي خلال الأيام الماضية، تصريحات تخرج من البيت الأبيض تتحدث عن وقف إمداد إسرائيل ببعض شحنات الأسلحة وتعليق إمدادها بهذه الأسلحة، وأيضا عدم التأييد الكامل لعملية موسعة في رفح، ضغط ايضا من الداخل الامريكي، احتجاجات طلابيه في يعني معظم الجامعات. كيف تقرا الموقف الامريكي خلال الفتره الماضيه؟ حقيقه دعنا يعني نجزئ الامور لانه هناك تداخل. الحقيقه انا يهمني كمصري وكمتابع اشير الى التجاوب الامريكي مع التحذير المصري. صحيح. هذا الامر اراه واضحا في ان الاداره الامريكيه تاخذ على بمزيد من الجديه
التحذيرات المصرية فيما يتعلق بتحذير إسرائيل من تجاوز كافة الحدود والمحددات التي تعدها مصر أو عدتها مصر لمقاومات الأمن القومي المصري، ومنها التواجد في المنطقة الموجودة في جنوب رفح أو في رفح الفلسطينية في مواجهة رفح المصرية. الدولة المصرية كانت محددة جدا ليس للأمريكان فقط ولكن للجانب الإسرائيلي. التحذيرات كانت واضحة ومحددة بأن أي مساس بمحددات الأمن القومي المصري سوف تكون أو سوف تواجه بمنتهى الحسم والشدة. هذا الأمر يعني أن الدولة المصرية تفرق ما بين كونها دولة وسيطة وتقوم بدور كبير جدا في الوساطة وفي دعم المواطن الفلسطيني بالأساس وفي دعم إدخال المساعدات وفي دعم الحق الفلسطيني في المنظمات الدولية، في ذات الوقت لا تنسى على محدداتها أو محدداتها التي تؤسس لاحترام للأمن القومي المصري. الأمر الآخر فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، دعنا نقول على مستوى يعني مباشر، الولايات المتحدة شريك متضامن فيما جرى صحيح. في غزة على مدى 7 أشهر الماضية صحيح. من اليوم الأول دولة شريكة من اليوم الأول. في هذه الجرائم، لأنه من اليوم الأول وزير الخارجية الأمريكي جاء إلى المنطقة وراح ذهب إلى إسرائيل وقال أنا أأتي كيهودي أساندكم. الرئيس الأمريكي ذاته جاء إلى الأراضي المحتلة والتقى بمجلس الحرب وأعلن دعمه الكامل كدولة لإسرائيل عسكريا وسياسيا، وأمر حاملات الطائرات بأن تقترب من الشاطئ الإسرائيلي والفلسطيني في البحر المتوسط، إضافة إلى التعويضات التي جرت على مدى الأشهر الماضية من الأسلحة ومن الدعم المادي الذي حول من أوكرانيا إلى إسرائيل في هذه الحرب. وبالتالي التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي والتي اعترف فيها مؤخرا أن إسرائيل اكتشفنا أن سيد هواء هذا ما قاله اكتشفنا أن إسرائيل ارتكبت يعني عمليات قتل بالأسلحة التي قدمناها، عجب شيء يدل يعني العجب. الحقيقه استاذ محمد زي ما حضرتك ذكرت بالنسبه للشق الاول من اجابه حضرتك، الحقيقه الموقف المصري هو موقف واضح وصريح وقوي، حتى التحذيرات تؤخذ في عين الاعتبار وعلى محمل الجد. لكن نتكلم على فكره مدى جديه الموقف الامريكي من توقيف بعض شحنات الاسلحه لاسرائيل، ولكن حسب الصحافه الامريكيه تحدثوا عن انه مش فكره ايقاف بعض الشحنات ولكن نوع الأسلحة المصدرة أو اللي هيعطى لإسرائيل، هي دي الفكرة بشكل أكبر، فبالتالي جدية الموقف الأمريكي مش بهذا الشكل. يعني دعينا ننظر الأمر أيضا بشكل أعمق. الولايات المتحدة الأمريكية دوائر صنع القرار فيها كل مؤسسة لديها متحدث وطلع الإعلام لبيان وجهة نظره في الأحداث. إذن البيت الأبيض يقول أننا أجلنا أو وقفنا، مجلس او البنتاغون قبل 3 أيام وزير الدفاع الامريكي او المتحدث باسم وزاره الدفاع مش نفى، هو التف حوالين تصريحات الرئيس الامريكي وقال اننا يعني لم نوقف ولكن ننظر في الامر. ومتحدث باسم المنسق الامن القومي او المنسق الاتصالات الامنيه في البيت الابيض يقول انه جاري البحث عن انه هذه القنابل بتستخدم في مش عارف اكثر من 2000 وانهم مش قادرين يحددوا هل تم بالفعل جرائم حرب او لا بسبب تدمير البنيه التحتيه اللي هي اصلا اسرائيل دمرتها. هذا الامر كله يعني ان الاداره الامريكيه يؤكد ما قلناه وما يقوله اي متابع ان الاداره الامريكيه اداره متورطة وتصل إلى حد الاشتراك الفعلي في جريمة استهداف الفلسطينيين. لأنه النهاردة يعني ما الذي ينتظره الرئيس الأمريكي من أن يرسل أو يعني يبعث أسلحة إلى إسرائيل؟ ما هي الأهداف التي تسعى إسرائيل من الوصول إليها من هدم البنية التحتية لغزة؟ هل هدم البنية التحتية لغزة وقتل هؤلاء كل هذه الألاف عشرات الألاف هذا يؤكد او يبرر البحث عن الرهائن في غزه؟ طيب استاذ زهر، يعني اذا عدنا الى الموقف المصري من اليوم الاول هناك ثوابت للسياسه المصريه وهناك حاله من الاصرار الشديد لضروره انجاح التفاوض والوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار. القاهره استضافت جولات متعدده مع كافه اطراف النزاع الفتره الماضيه، وكأن يعني الصبر الاستراتيجي المصري لا ينتهي ولا ينفد، هناك طبعًا تصميم طبعًا لضرورة الوصول إلى اتفاق طبعًا. كيف تقرأ هذه الجهود ومدى استجابة الأطراف؟ يعني احنا أمام طرفين،
إسرائيل تراوغ، والجانب الآخر أصلا الفلسطيني هناك أيضا مناوشات ما بينهما تفاوضيا يعني تحت الطاولة. نعم. كيف تقرأ الموقف ما بين هذين الطرفين وأيضا هذا التصميم المصري لضرورة الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؟ بداية الموقف المصري، أو دعنا نقول بشكل واضح وبشكل متجرد ودون أن يكون منحازين بأننا بنتحدث من تلفزيون مصر، مصر هي الدولة الوحيدة منذ بداية الأزمة التي لم يتغير خطابها، لم يتغير موقفها، لم يتلون، لم يتبدل، في حين الولايات المتحدة الأمريكية اليوم نتابع أن الرئيس الأمريكي يحذر وأنه قد يكون هناك جرائم حرب كما قالت زميلتنا العزيزة. الموقف الفرنسي يتغير 180 درجة منذ بداية الأزمة التي دعم فيها الإسرائيليون الجانب البريطاني، ولكن نعيد أو نؤكد أن الموقف المصري من البداية بمحدداته المختلفة سياسيا واقتصاديا وإنسانيا كما أعلنه الرئيس السيسي منذ البداية، مصر ترى أن الحل الرئيسي أو الأساسي لهذه الأزمة هو حل سياسي في إطار حل الدولتين. الدولة المصرية ترى أن الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، وهذا ما أكدته المرافعة الشفوية للوفد المصري في الأمم في محكمة العدل الدولية ووضح هذا الأمر. الأمر الثالث الدعم، وكما أشار زميلنا من العريش، الغير طبيعي من مسألة إدخال المساعدات من كل حدب وصوب. ودعنا نقول ونكرر أن الدولة المصرية بشقيها الرسمي والأهلي أدخلت ما يقرب أو ما يتجاوز 80% من المساعدات. على الجانب المهم الذي أشرت إليه حضرتك فيما يتعلق بالمفاوضات، دعنا نقول أن أو أكرر ما قلت حضرتك أن المفاوض المصري لديه صبر طويل. شوف أنا أشدد على اللفظ، لأنه هناك يعني عدم يأس من جانب المفاوض المصري لاعتبارات عديدة. المفاوض المصري إضافة إلى أنه لديه خبرة طويلة في مثل هذه المفاوضات، هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها أزمة دموية في غزة بين الجيش الإسرائيلي وبين حماس وبعض الفصائل الفلسطينية، لا هذه جولة مفاوضات متكررة، كل مرة تكون مصر هي العنصر الفاعل في التفاوض. وكما أشرت حضرتك المفاوض المصري يتميز بصبر وعدم يأس غير محدود قوبل به، أو يعني هذا الرد الفعل أو قوبل برد فعل مرحب به من كل الأطراف المعنية بالأمر والمتابعين لهذا الأمر. الإضافة المهمة أن الدولة المصرية حيال أي تطور، وإن شاء الله يحدث أي تطور ويحدث وقف إطلاق النار، ستكون لها دور أيضا في التنفيذ وضمان التنفيذ صحيح. في حالة وقف إطلاق النار، ومن هنا يتعظم الموقف المصري. دي نقطة مهمة، يمكن حضرتك أشرت لدور والموقف المصري، أشرت أيضا للدافع المصري حقيقة المستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، لكن هسأل حضرتك عن نقطة مهمة جدا وهي كيفية إدارة الموقف، إن كان من حيث المفاوضات أو حتى إدارة ما يحدث حول مصر، إنها موقف، يمكن موقف مصر كان موقف حساس بشكل أكبر أكثر من أي دولة أخرى. وتقدير حضرتك للموقف المصري والأطراف الأخرى، يعني حضرتك كتبت مقال منذ أيام في جريدة الأخبار تحت عنوان حماقات متبادلة، يعني تناغم ما بين الموقف في بعض الأحيان أو في بعض الوجوه، يعني موقف الإسرائيلي وموقف الفلسطيني أو موقف حماس، هل هناك حماقات متبادلة فعلا تحدث على الأرض؟ بلا أدنى شك، لأنه يعني النهاردة إذا تحدثنا على أنه الجانب هناك جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو جانب أحمق بطبعه، الجانب الأكثر حماقة من وجهة نظري جانب حماس التي لا تراعي الأسس الاستراتيجية في مسألة التفاوض. هو يعني بأي منطق يكون لدى قادة حماس رؤية على أنهم يستطيعوا وقف الجيش الإسرائيلي عن السعي لدخول غزة؟ عمليات المقاومة أو الاستهداف أو الاستنزاف وارد، ولكن بالمطلق أنت تثير قضية بهذه المقاومة المحدودة وهي في حدود ما تملك كحماس أهلا وسهلا، ولكن إلى أي حد تستخدم هذه الحماقات؟ وآخرها قبل 4-5 أيام قبل توقف المفاوضات وانهيارها خرجت قذيفة من كرب أبو سالم من رفح على كرب أبو سالم لإثبات أن حماس لديها قدرات في رفح لما دفع قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المبادرة بدخول غزة اللي بتهدد فيها بقى شهرين وعمالة تتراجع. أي من يسأل عن هذا الأمر؟ أي قرار ومن سحب هذا القرار الأحمق
فانك تستسير القوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشمه. نحن لا 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 لا, لا نساند ولا لا نسعى الا الى ادانه دوله اسرائيل وقادتها، ولكن في ذات الوقت نريد ان يلتزم الجانب الاخر بمزيد من الحكمه. النهارده كان الامر على وشك ان يكون هناك اتفاق. نوع من انواع الاتفاق. حماس وبهذه الطلقه او الرجمه من الصواريخ قتلت عسكريين او ثلاثه وربما اربعه، ولكن في الاخر هي اثارت المزيد من الجنون لدى القاده الاسرائيليون العسكريين والسياسيين. اعطتهم الذريعه، لم تثر الجنون، لان هو بالفعل غير عاقل، ولكن اعطتهم الذريعه، ويجب ان تقدر امكانياتك بعيدا عن اللهجه العنتريه. لكن خليني في ظل يمكن عنوان المقال اللي حضرتك ذكرته الحماقات المتبادله، هرجع تاني للموقف المصري. الموقف المصري كيف يدير الموقف، رؤيه حضرتك لاداره الموقف من قبل الدوله المصريه في ظل المصطلح اللي حضرتك ذكرته؟ الدولة المصرية تدرك كل أبعاد هذه القضية. الدولة المصرية تلاحظي أن الدولة المصرية حريصة على ألا يكون جزء من إدارتها للأزمة التناول الإعلامي. مصر لا تريد أن يكون كل الأمور الداخلة في التفاوض على الملأ. ليه؟ ده تقديري أنا، أنا ما عنديش معلومات. أن الدولة المصرية ليست حريصة على إحراج مواقف أو إبراز مواقف تحرج طرف أو تشير إلى أمر ما. مصر ليس لديها هدف إلا المواطن الفلسطيني الذي يعاني الأمرين منذ أكثر من 17 سنة ومنذ ما يزيد على 70 عام. وبالتالي الدولة المصرية وفي إدارتها لهذا الملف على كافة المستويات لا تميل إلا عند الضرورة. يخرج السيد رئيس الجمهورية ليعلن موقف مصر في أمر ما، أو السيد وزير الخارجية يأتي أو يصدر بيان باسمه أو عن طريق تصريح لتوضيح أمر ما تقتضي ظروف التعبير. لكن بشكل عام هناك الكثير من الخبايا التي تعلمها الدولة المصرية التي تتجمع لدى أجهزة الأمن وأجهزة المعنية في الأمر سواء دبلوماسية أو أمنية في الدولة المصرية، تدرك كافة المغامرات التي يقوم بها كلا الطرفين. وبالتالي هي رغم كل هذه الأمور إلا أن الدولة المصرية حريصة على أن يكون هناك تجاوز عن هذه الصغائر. مصر تتحمل الأمر بمزيد من الصبر. مصر تتحمل الأمر كما أشرت لنصرة المواطن الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من إطلاق النار ومن القتل ومن الإصابة ومن الجوع ومن المرض. طب بمناسبة التناول الإعلامي، بعين الخبير وبعين الصحفي يعني صاحب مسيرة طويلة في العمل الإعلامي، شايف التناول والمعالجة إزاي لبعض الأصوات التي تخرج من هنا وهناك في محاولة لابتزاز مصر أو ابتزاز الدور المصري، وإنه المطلوب كذا وكذا وكذا؟ المعالجة الإعلامية لهذا الموقف شديد الحساسية، لأنه هذا الموقف فيه أبعاد كثيرة، حضرتك ذكرت أبعاد سياسية وأمنية، وليس كل ما يعرف يقال بالطبع في عمليات التفاوض يعني. بعين الخبير كيف تقرأ تناول بعض الأصوات الإعلامية للدور المصري؟ يعني رد فين؟ ده جاب وزير خارجية جاي قبله، الرئيس أثار أمر أو عمل أمر لم يكن معهودا. الرئيس أثار أو قرر أن يرد على وزير الخارجية علني وفي لقاء في الرئاسة على الهواء، وقالها صريحة وحتى قبل الإفصاح عن هذه النية. أعلن الرئيس بنفسه، أعلن في مواجهة وزير الخارجية، لكي يكون الرسالة لمين؟ ما هو الرسالة كانت تكون واصلة للولايات المتحدة إذا ما جاء الوزير والرئيس أبلغه أو كلف وزير الخارجية بإبلاغه، وصلت الرسالة لأمريكا. لكن الرئيس كان حريصا على إبلاغ الرأي العام العالمي كله والداخلي بموقف مصر. إذا ما أتيت بما قاله الرئيس السيسي في اللحظة الأولى عند استقبال وزير الخارجية وأعدته اليوم، هتجد هو نفس التطابق. وبالتالي هذا التطابق، هذه القوة في الموقف المصري، هذا الوضوح مع الذات ومع قدرتنا ومع رؤيتنا للقضية بيتجاوز أي أكاذيب. كل الأكاذيب التي قيلت تجاوزت، وعشان كده هتلاقي حاليا الأكاذيب ضعيفة شوية، لأنه فيها ليس لدينا الواقع بيكشفها، او واقع التحرك او الفعل السياسي تجاوزناها. يعني الموقف المصري وفي كل مره يتم تجاوز الكذبه، ولكن اولئك يعني دعنا نقول بشكل بقى يعني معروف في شغلتنا، انه هؤلاء الناس مستاجرين كالارهابيين. من يدافع او من يروج لاكاذيب على الاعلام وباستخدام وسائل الاعلام هو يعمل باجر. ولكن كما أشرت وكما قلت أن الدولة المصرية بإصرارها بموقفها الواحد المحدد الثابت غير المتلون تتجاوز كل الأكاذيب التي تطلقها جماعة الإخوان المسلمين وأذنبها وبعض الناس الذين لا يدركون
عشان نكون منطقيين، هي جماعة الإخوان المسلمين تستطيع في أنها تروج أو تروج عبر أعضائها، ولكن هناك الكثير ممن لدي ليس لديهم الخبرة أو القراءة الكاملة يمكن أن يتعاطفوا مع بعض هذه الآراء أو الأكاذيب. ولكن كما أشرت الأمور وتطوراتها تؤكد أو تنفي الأمور دون أن تتعرض لها أو تكذبها الدولة المصرية. الوقائع هي التي تكذب، إضافة إلى كل هذه الأمور هي صغائر من جهات صغيرة ومن جهات لا تستطيع أو لا يستطيع أي محب لهذا البلد أن يضعها في نفس الصف مع الدولة المصرية. الدولة المصرية كبيرة ولا يجب أن تهتز لمثل هؤلاء. أستاذ محمد، بما أن حضرتك ذكرت الوقائع، فنزولا إلى الوقائع، لأي مدى يمكن أن تتمادى إسرائيل؟ وما الذي تبقى لدى حماس؟ ما الأوراق التي تمتلكها حماس حتى الآن؟ الموقفين أمام بعض. دعينا نقول أن النهاردة يعني حماس ليس لديها سوى المغامرة بما لديها من بعض الصواريخ تطلقها على بعض التجمعات العسكرية، وهذا أمر معروف أو مقدر أو له حكمة. ولكن هناك بعض الجهات الإعلامية المؤيدة للسعي الحمساوي تصور مثل هذه الأمور وكأنها انتصار عسكري. هذا الأمر نحن نريد ونرغب أن يعني يأتي يوم ويحقق الفلسطينيون جميعا حماس وغير حماس انتصار ساحق على إسرائيل. ولكن بأي منطق انه قذيفه تلقيها على دبابه فتحدث فيها اصابه؟ شيء جميل، ولكن هناك عشرات الالاف من الدبابات دخلت غزه. غزه قسمت الى قطاعات، صحيح. الشعب الفلسطيني في غزه كله هجر الى الجنوب. اي نصر عسكري يمكن ان تحققه حماس من الحماقات المتتاليه في التلاعب بلفظ المقاومه؟ لا احد عاقل يرفض المقاومه، لا احد عاقل يرفض ان يكون هناك مواجهه للاحتلال، ولكن اي عاقل يقبل الانتحار. الانتحار شيء والمقاومه شيء اخر. علينا او على حماس كما اشرت ردا على السؤال حضرتك ان حماس عليها ان تلتزم ببعض العقل وتقدر ما يجري على الارض بالنسبه لمواطنيها. مقاتليها يحتمون بالمواطنين. دعينا نقول ان العمليات المجنونه التي تقوم بها غزه لقصف احياء بالكامل، عندما تصل معلومه الى جهاز الامن الاسرائيلي بان فلان او علان موجود في هذه المنطقه يتم قصفها بالكامل. طب من يعني من مزايا ما حدث بعد 7 اكتوبر اعاده تصدر القضيه الفلسطينيه ليس فقط اقليميا ولكن في الضمير العالمي. العالم كله الان بيتعاطف مع فلسطين، مع القضيه الفلسطينيه، بيخرج في تظاهرات ومسيرات، حركات طلابيه في الجامعات، وده اثر ايجابي مهم جدا انه مره اخرى القضيه الفلسطينيه تعود للواجهه. الى اي مدى يمكن استثمار ذلك مصريا وعربيا في فتح الممارسات الاسرائيليه وفي انه اسرائيل هي قوه احتلال وانها لا تريد التوصل الى سلام؟ كيف يمكن الاستفاده بحاله الزخم اعلاميا وعربيا برايك؟ المفترض ان هذا كما اشرت هو ده جانب من الجانب الايجابيه في 7 من اكتوبر. ليس كل ما حدث في 7 من اكتوبر سلبيات. واي بقول لك اي حد لديه ضمير يؤمن ان مقاومه الاحتلال الاسرائيلي امر واجب، ولكن كان يجب التفرقه ما بين ما هو عسكري وما هو مدني لكي لا يتم ادانه المقاومين الفلسطينيون. ولكن اما وقد حدث ما حدث، ولكن الممارسات الاسرائيليه اضافه الى عمليات القتل المستمره اشاعت جو من الوضوح فيما يتعلق بالتاكيد على الصفه الارهابيه التي يتمتع بها الجيش الاسرائيلي. وبالتالي يجب علينا على اجهزتنا وعلى اجهزه الاعلام المصريه ان تتابع وان تظل على متابعه وعلى تواجد وسط هذه التجمعات. تعلم ونعلم ان هناك اتساع للاحتكاك داخل الوسط الطلابي العالمي، وهذا الامر غير معهود، وهذا الامر يحسب او يعني يضاف الى الترويج اللازم ان نقوم به للقضيه العربيه او القضيه الفلسطينيه ومن ثم للقضيه العربيه. هذا الامر يدعونا الى ان نفكر بشكل مختلف عما كنا نفكر فيه في السابق. لا نريد، لا يجب ان يكون اعلامنا قادر على ان يخاطب العالم ولا نخاطب انفسنا. الخطاب الاعلامي لابد ان يكون فيه نوع من انواع القراءه للمواطن الغربي، للمقيم في الغرب. هو يريد ان يسمع جمله فيها نوع من انواع الادراك انه يريد ان يعرف الامر على حقيقته وعلى حقيقته، وليس بشكل يقول ان احنا سوف نشعل النار في اسرائيل او ما الى ذلك. انا لست في حل الان او في وضع ان انا احدد السياسه الاعلاميه بالضبط التي يجب ان تتبع، ولكن انا احدد استراتيجيه. خاطب العالم كما يريد ان يخاطب او كما هي عقليته بشكل او باخر.
اذا 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 ما 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 لم نستغل هذه الفرصه لتطوير خطابنا الاعلامي في مواجهه الراي العام العالمي هنخسر كتير، ومواجهه السرديه الغربيه ايضا. اكيد. نشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ محمد صلاح الزهار، نورتنا في استوديو صباح الخير. شكرا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا وافدتنا بهذا التحليل.